بعض الفرق ليس لديها مدرب إلى الآن، وبعض الفرق لم تتعاقد مع لاعبين محترفين مميزين إلى الآن، لكن من جهة أخرى ماذا يفعل نادي الاتحاد العالمي؟ ماذا يفعل نادي الاتحاد؟ صولات وجولات وتعاقدات مش طبيعية، خيالية، خرافية، أسطورية لأفضل اللاعبين في العالم. فبعد التوقيع مع كريم بنزيمة الحاصل على آخر كرة ذهبية وأحد نجوم العالم المبدعين في ريال مدريد اللي انتقل إلى الاتحاد السعودي، نرى الآن أن تم التوقيع مع اللاعب الكبير، اللاعب المبدع، اللاعب الذي سيشكل فارق، كانتي اتحادي. نعم، كانتي اتحادي عزيزي المشاهد. فبعد أن بدأت المفاوضات مع كانتي من قبل نادي الاتحاد، دخلوا أندية أخرى في الخط، لكن في النهاية ما يصح إلا الصحيح، وقع كانتي مع الاتحاد. كيف راح يكون شكل الاتحاد في الموسم القادم؟ الكتاب ينقرأ من عنوانه. هل راح يكوش الاتحاد على كل البطولات وما راح يخلي بطولة الغيرة؟ والله هذا اللي قاعدين نشوفه. بالتوفيق للاتحاد وبالتوفيق للجميع يا رب العالمين. وتخيل عزيزي المشاهد، فقط تخيل ان هذا اللاعب اللي امامك على الشاشة ايضا يكون اتحادي. ممكن نشوف سون اتحادي ولا لا؟ كل شيء جائز. اللي جاب كريم بنزيمة واللي جاب كانتي قادر على انه يجيب سون وغير سون كذلك. يا الله يا الاتحاد، يا رباه يا الاتحاد. حتى اللي ما يشجعون الاتحاد ما يعني يوقفون احترام غصبا عليهم للاتحاد، على هالتعاقدات، على هالفكر، على هالاستقرار، على هالمدرب، على هاللاعبين الكبار الموجودين في هذا النادي. بالتوفيق يا رب العالمين. راح اترككم مع محادثة جميلة بين كريم بنزيمة اللي رحب في كاتي في نادي الاتحاد، وكاتي يرد على كريم بنزيمة. ومبروك يا الاتحادية، تستاهلون كل خير، ولا تنسوني من اللايك والفولو. هاي نقولو، one time I told you you're the best player box to box in the world. Now I'm happy to play with you again, and of course in the best team in Saudi. See you in Jeddah. Nueve. Thank you, Karim. Nice to see you again. Thank you for your words. I'm very pleased to play with you, with the best player in the world, and I'm very excited to play with the Tigers in front of the fans at Al Jawara. Take care and see you soon.